حلقة من بوستكارد سنكتشف أحد أنواع الأطايب التي تشتهر بها أذربيجان، وهي البقلاوة أو الحلوى، طبق سكري تعود جذوره للقرن السابع قبل الميلاد، وقد عرفته بلاد ما بين النهرين. الحلبة. كل منطقة في هذا البلد تشتهر بالحلوى الخاصة بها وبطريقة صناعتها. لنتعرف على طريقة الشيكي. سلام. إضافة للبندق تضاف التوابل، نجد بينها الزعتر والزعفران. بعد الطهي توضع في قالب قطره متر واحد تقريباً، وتقطع إلى قطع صغيرة ليتمكن محبو الحلويات من تذوقها والتلذذ بها. ثوغرول يكشف لنا سر حلوى شيكي. كل قطعة مؤلفة من خمس طبقات من الرز المطحون والبندق والسكر والقطر المصنوع من الماء والحامض، ونتركه ليرتاح يوماً واحداً. أعتقد أنكم تعرفون أن السر في التفاصيل، سر يحفظ بأمانة من جيل إلى جيل.